الله الرحمن الرحيم. مقر النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة. بنبدأ محاضرة متميزة ومرتقبة للأساتذة الأفاضل، الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم والأستاذ الدكتور خالد غريب. المحاضرة طبعا عبارة عن مناقشة وحوار مفتوح بين الأساتذة الأفاضل في العصر مصر في العصر البيزنطي وبداية الفتح الإسلامي. نورتونا. شكرا. طب حسنا حضراتكم دي الدكتور جمال عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سعداء انا وزميلي الاستاذ الدكتور خالد غريب بوجودنا في دار المرشدين السياحيين، نقابة المرشدين السياحيين بالجيزة، النقابة الفرعية، واحنا سعداء جدا وان شاء الله نتمنى ان تكون محاضرة مفيدة وجيدة للإخوة والأخوات المرشدين والمرشدات. موضوع المحاضرة هو مرتبط بفترة زمنية واحدة، ألا وهي مصر في العصر البيزنطي واقترانا بدخول الإسلام مصر. وعليه طبعا هيبدأ بالحوار والمناقشة زميلي وصديقي الدكتور خالد غريب، على أساس أن الفترة البيزنطية هي أقدم من الفترة الإسلامية. على التقارب الاجتماعي التقارب شوية حيجب لنا طيب. أولا بشكر حضراتكم، معلش يمكن البث المشترك هنا عاملين زي ما نكون كده ايه هو البث اللي بنقوله في الكورة يعني. طبعا بشكر الأستاذ أحمد مرغ ونقابة الجيزة على الدعوة المتجددة، وشرف ليا طبعا أن أكون جنب أستاذي العزيز الدكتور جمال عبد الرحيم. بداية كلمة بيزنطة، كلمة بيزنطة يعني بيزنطيوس أو بيزنطيون أو بيزنطيوم في اللاتيني، هي المستوطنة اللي على الفسفور اللي اتعملت سنة 658، اسمها كان بيزاس الدينيسوس. بيزاس الدينيسوس ده ملك مستوطنة أو ملك مقاطعة ميغارا. الاسم بعد كده بيزاس ابن نيسوس هو اللي أصبح بعد كده البيزنطية. الإمبراطور كونستانتين، مش كونستانتين، كونستانتين لما بدأ شغله علشان يعمل عاصمة جديدة، كان الأساس عنده اختيار مدينة توازي روما. في الوقت ده كان كونستانتين عشان يبقى عارفين كان عاوز يسمي المدينة باسم روما الجديدة، لكن الطلب اللي حواليه ان المدينة تحمل اسمه، وأصبحت المدينة من خلال كنيسة آيا صوفيا بعد كده هي مرجعية المسيحية في الشرق. في 313 الإمبراطور كونستانتين أصدر مرسوم ميلان. مرسوم ميلان يا دكتور جمال، اسمح لي يا دكتور خالد بس علشان في كثير من الإخوة المرشدين بيسألوني دايما لما بشرح إسلامي قبل ما نخش يعني في الأحوال و 313 والمرسوم المعروف، بيسألوني هل هي الدولة الرومانية ولا الدولة البيزنطية؟ وطبعا أنا بجيب عليهم الإجابة بتكون إن مصر كانت تابعة للدولة البيزنطية. فأرجو من حضرتك تشرح هل يا ترى كان في دولتين موجودتين، دولة رومانية في روما ودولة بيزنطية جديدة اللي هي أنشأها الإمبراطور قسطنطين في الأستانة؟ ياريت حضرتك توضح الموضوع ده. جميل يا ريس، ولكن حضرتك تعلم تمام العلم ان التقسيمه اللي حضرتك قلتها مع وجود اثنين اباطره، امبراطور في الشرق وامبراطور في الغرب، تم بعد 395 بعد عهد الامبراطور ثيوديسيوس. هنا طيب في شيء ثاني مهم بقى يمكن الدكتور جمال هيتكلم عليه بشيء اكثر من التفصيل، ان لما هعمل العصر البيزنطي هتكلم على عصرين بيزنطيين، العصر البيزنطي في مصر والعصر البيزنطي في اوروبا. التعبير البيزنطة هو تعبير ضمني مش حالي عشان تبقى الصورة واضحة، بمعنى ان الكنيسة المصرية قالت ان 284 ميلادية او حسب التقويم اليولياني، يمكن مش عايد الكلام تاني في التقويم، هو اللي بنعرفه بعام الشهداء وهو عام تولد اقليديانوس للحكم، وقالوا ان ده بداية ما يعرف بالعصر البيزنطي في مصر. بالمناسبة دكتور جمال تعلم ان الكنيسة اقرت هذا التاريخ مش سنة 284، اقرته بعد مجمع خلق دنيا 451. والدية الثانية المهمة اللي عاوز اقولها لحضراتكم ان حضرتك تعلم بان دقلتيانوس ما كانش هو الاضطهاد
دقلتيانوس كان نهاية الاضطهاد. ده اللي احنا بنسميه الاضطهادات العشرة الكبيرة للمسيحية اللي بدأت مع نيرون وانتهت مع دقلتيانوس. اتفضل كمان في السؤال عن حتة حاجة. اتفضل كمل. مصر بقى في ظل الوجود البيزنطي كمصر مسيحية. طبعا كلمة مسيحية عشان نبقى عارفين هي كلمة لم تظهر في الكتاب المقدس إلا ثلاث مرات. لم تظهر كلمة المسيحية مش كلمة شائعة بنقولها على طول. واحنا عارفين إن المسيحية دخلت مصر زي ما بيقول يوسيبيوس اللي هو مؤرخ في الكنيسة بيقول إنه دخل بيها يوحنا مرقس أو مرقس الرسول دخل في السنة 43 بعد 10 سنوات من صعود المسيح عليه السلام للجمال. وإن هو قابل إنيانوس والقصة بتاعت إنيانوس الشهيرة اللي كلنا عارفينها الحذاء وحي هو الرب وقال له احكي لي يا مرقس. وابتدى مرقس يتكلم على عظمة السيد المسيح ومكانته الأمر اللي أدى إنيانوس إنه يؤمن وابتدت بعد كده فكرة المسيح. دقلتيانوس لما جه علشان يبقى منصفين منصفين للتاريخ ولا يتخطى الامر البعدي دقلتيانوس لم يكن بدايه حكم سيء. دقلتيانوس بدا حكمه بشكل رائع شكل يعتمد على تقسيم مصر ثلاث اجزاء شرق الدلتا اللي سماها ايجيبت هيراكليا طيبه غرب الدلتا الاقاليم دي الحاكم بتاعها اسمه البرايسوس اسكندريه العاصمه وبيحكمها البريفكتوس ايجيبتي اللي هو حاكم مصر. اعتبر كمان حاجه غريبه جدا اعتبر ان الحواف الغربيه جزء حدود مصر. اول حاجه عملها انه قال ان المصريين عندهم عمله من طرف تسمى التترا دراخما العمله دي اقيمت في عهد الامبراطور تيبيريوس من 14 ل 37 لدى العمله دي ليه؟ لاصلاح النظام الاقتصادي. وعايز اقول لكم حاجه هتستغربوا منها ان ما اخرجه دقلتيان من نظام اقتصادي لاصلاح العمله ظل مستخدما في روما حتى 1453. ابتدى يشتغل دقلتيانوس برضو هنا علشان لتوضيح الرؤية كدقلتيانوس انت بتقول ان ما كانش في بداية حكم اضطهاد وما ليه سابوا اطباق مصر سابوا مدينة الاسكندرية وتوجهوا الى الصحراء الغربية ومن هنا بدأت تظهر عملية او نظام الرهبنة. هذا الامر تم بعد 302 ما تمش 284 نعم تم التوقيع تم من 302. طيب ايه السبب المشكلة الأساسية اللي واجهت دقلتيانوس وقف خالص القناة؟ ليه بس يا جدعان مش عايز واخدة موقف تاني مش مشكلة احنا بنبث عبر النقابة وممكن بعد كده نبقى ننقلها على صفحة القناة أو صفحة اليوتيوب الخاصة بيه. ااا 302 ودخلت المشاكل اللي قابلها دقلتيانوس وأعوانه. دقلتيانوس حط نظام للدولة زي ما احنا عارفين نظام اقتصادي ابتدى يعتمد على نظام خلاص ممكن نعتمد على البث بتاع النقابة ومنه ننقل ليه ناخد الرابط بعد كده ننزله على القناة بتاعتنا. هل في أي مشكلة؟ لا هو تقريبا في نوتيفيكيشن جه فراح موقف. معلش مفيش أي مشكلة. فرض الضرائب الدولة تضع إيديها على المخازن الكلام ده كله من 284 ل 300 وكام يا دكتور جمال؟ 302. بعد 302 الحاجة دقلتيانوس واجهته مشكلة إنه دقلتيانوس على الرغم من الإصلاحات كان منتظر من المصريين وغيرهم إن الناس تقابله كويس لكن المسيحيين المصريين رفضوا. هو كان عمل نظام اجتماعي رباعي نظام اعتمد على إنه يتولى هو ماكسيميليان وماكسيميان و جاليريو ومعاهم خلاص يا احمد مش مشكله نقف بس يا ريت توضح سر الرفض ايه؟ سر الرفض هنا ان المصريين كان لديهم شعور بانهم اصحاب العقيده وان اي اصلاح يتم من روما هو اصلاح غير مقبول لا سيما بعد 272 المرحله اللي قامت فيها الثوره الكبيره ضد الامبراطور اوريليان واللي بيشير كتير من المؤرخين انه ربما يكون الحريق الاكبر لمكتبه اسكندريه تم في التاريخ ده. خلاص هنوقف القناه خالص يا احمد وهنشتغل على كامل صفحه ظهرت حاجات كتيره مراسيم المصريين رافضين فيها اي اصلاح بيقول بدقلتيانوس. خلي بال حضرتك يمكن هنا اتذكر جمله كان يقولها احد اساتذتنا في التاريخ البيزنطي بيقول ان اي محاوله كان هيعملها حتى لو جيده المصريين رافضينها لان المصريين اصبحوا رافضين لكل التعامل مع اي جهه غير بتاعتهم.
اتحرقت. الامبراطور رد على كده بانه ابتدى المصريين زي ما حضرتك قلت يهربوا للرهبنه، ابتدت الازمه الاقتصاديه تزيد في مصر، خاصه وان مصر بالقمح وبالبرد كانت بتمثل المكان المهم. هنا ادت الى نوع من انواع الانهيار القومي اللي ادى انه رد على المصريين، رد بايه؟ بحرق الاناجيل، حرق الكتب الدينيه، منع المسيحيين من التجمع، مفيش صلوات، كل راجل وست ما بيقدمش قربان يتقتل. وفي 303 قال كل رؤساء الكنائس في مصر يسجنوا. ده القرن البرسوم الشهير اللي عمله في شهر مارس من عام 303، ومارس بالمناسبه هو اول شهر في التقويم المليري قبل اصلاحات الانبا جريجوري في القرن ال 16. كان مارس، ومارس هو معروف انه اله الحرب، احنا عارفين ان التقويم كان يبدا بمارس، بعد كده افرغ اللي هو الربيع، مايا الارض، جوان الشباب، جولاي اللي هو يوليوس قيصر، اوجست اللي هو المبجل اللي هو قصر، سبتمبر، ست باللاتين يعني سبعه، سبتمبر الشهر السابع، اكتوبر الشهر الثامن، نوفمبر الشهر التاسع، ديسمبر الشهر العاشر، جانفي بيقول الطهاره، وبعد كده فبراير بيبقى النهايه. لما جه الامبا جريجوري عمل التعديل بتاعه. بالنسبه بقى لهذا التقويم هنتكلم بقى على التقويم القبطي، وده اللي بدا يظهر على ما اعتقد بقى في 305، لان الاضطهاد كان عنيف قوي من 303 الى 305. يا ريت هو ما ظهرش في 305 يا دكتور جمال، هو اتصلح، هو اتصلح مع الملك بطليموس الثالث في مرسوم كانون واحد قال له زود اليوم التقويم المصري. احنا كلنا عباد، انا قبطي مسلم وجورج او فيكتور او قبطي مسيحي، لكن التقويم ده تقويم مصري، لم يستخدم هذا التقويم بشكل صريح. الكنيسه بعد خلق الدنيا وبعد المذهب الارثوذكسي قالت ان انا هعمل ثلاث حاجات، اللغه هي القبطيه، لغه الادب ولغه الشارع ولغه العروض مش لغه الكنيسه. يا ريت تكرر التاريخ ثاني علشان بس 451 ميلاديا خلق دنيا، مجمع خلق دنيا وانفصال الكنيسه. هنا هيبدا التقويم القبطي هو اللغه، التقويم هو التقويم الزراعي المصري اللي مقسم السنه لثلاث فصول، اخر كوبيرت وشموم بيقسم السنه ل 360 يوم وخمس ايام مسيحي، يعني 13 شهر، 12 في 30 و1 في 5. تقسيمه السنه بتاعتي بتبدا بشهر تود اللي هو جحودي وبتنتهي بمصر، تود ابيب بابا اللي هو بايبت اللي هو عيد الايبت، وبعد كده بيجي هاتور اللي هي هاتور، كياك عيد الارواح اللي هي كاحر كا عيد ميلاد الارواح، اللي قيل بانه ارتبط بميلاد اوزوريس وبميلاد الخيري، حتى ان الكنيسه المصريه لغايه دلوقتي يا دكتور جمال، وده الخطا اللي بيقع فيه بعض اخواتنا، لا تحتفل بميلاد السيد المسيح 7 يناير، ميلاد السيد المسيح عليه السلام 29 كياك وفقا للكنيسه المصريه الارثوذكسيه. بعد كده يجي لي كياك اللي هي كاحر كا اللي هي الارواح مع بعضها، بعد كده يجي لي تبي اللي هي او تشيبي اللي هي الحنطه اللي هي طوبه، بعد كده يجي لي باين مخر او باين مشر اللي هو امشير، بعد كده يجي لي بابر ابن حطب اللي هي برمهان، بعد كده يجي لي برمودا اللي هي باري نوتي اللي هي ربة الحصاد، بعد كده يجي لي باشانس اللي هو بار خنصو، وباشانس يوم 24 منه اللي بيوازي تقريبا 1/6 من كل عام هو ذكرى دخول السيد المسيح عليه السلام الى ارض مصر، بعد كده يجي لي بقونا بقينة عيد الوادي اللي أبون بيطلع فيه من الشرق للغرب، بعد كده يجي لي أبيب إبر أحد المعبودات اللي جوه الكرنك، ثم يجي لي مصر اللي هي ميسيرا ويختم بيه السنة. دول ال 12 شهر وفقا للتقويم المصري. أحب أعيد الجملة اللي قلتها أكثر من مرة، حميل أول التسمية اللي كان بيقولها الله يرحمه ياسر أستاذنا العظيم الدكتور عبد الصمد، قال ما نسميه التقويم الزراعي، وكان دايما يربط لنا الشهور دي بمواسم الزراعه والمحاصيل، يعني في برنهاد روح الغيط وهات، في بشمس الارض تتكنس كنس، في بقونا الحجر ما فيش ميه على شجر، كان دايما يربط دي ويقول لك ربما ان في تواصل من النوع ده. لكن دكتوريانوس لما الازمه قابلته دكتور جمال وقعنا في المشكله، المشكله هي ايه؟ المشكله او الصدام الاكبر كان ان الامبراطور اضطر يضطهد، زي مرات السجان اللي كانت بتعتني بالشهداء تحت حراسه جوزها واتنصرت، مسكوها علقوها على شجره وخلوا النار تولع وعلقوا في رقبتها حجر. الكتيبه العسكريه الطبيه اللي استشهدت في 22 سبتمبر 286، 286 كل افرادها. دوكليديانوس اريانوس اريانوس والي ملاو، ده له قصه لطيفه جدا مع فليمون. فليمون ده كان زمار. فليمون مره بيلعب بسهم، بيضرب سهم فالسهم راح وضرب رد فين؟ اريانوس.
فاريانوس قبض عليه ويرجعه على انه هيقدمه. قال له انا ما اقصدش. قال له ماليش دعوه. قال له طيب اعدمني زي ما انت عايز، ولكن هطلب منك حاجه، التراب اللي انت هتغطيه عليا خد منه على المكان اللي اصيبك ده عينيك واسكن ببركه المسيح. فوضع ايده بهذا الشكل بعد ما عمل، بعد ما قتل الراجل، فارتد اليه بصره. فبدا من هنا يرسل الى الامبراطور رافضا اي تعامل ويعلن تنصره. وقال الامبراطور انا نادم على كل اللي عملته ضد المسيح. في 25 نوفمبر 311 البطريرك ال 17 بطرس استشهد. لكن كل ده دوكليتيانوس اقتصاديا هو كان بالي مشروع، ولكن اصطدم بانه ما ارضاش المصريين، ما ارضاش البعد الديني، ما ارضاش البعد النفسي اللي ممكن يخلينا كنا نبقى. جاليريوس سيطر على الحكم، ابتدى يعذب المسيحيين. 323 اصطدم صدام قوي مع قسطنطين اللي كان مولود في 272 ميلاديه، واصبح قسطنطين امبراطور على روما. وده بقى ياخدنا دكتور للتفسيرات بقى والكلام الحلو اللي عايزينه الاخوه المرشدين الرهبنه. يا ريت حضرتك بقى تتكلم نتيجه لهذا الاضطهاد وظهور الرهبنه، ويا ريت تكلمنا بقى كيف بدات الرهبنه واشهر الأديرة المهمة اللي موجودة في الغربية، وتحويل بعض من المعابد المصرية القديمة إلى دار للرهبنة. طيب رهب يعني إيه؟ خاف وابتهج. إحنا بنتكلم رهب يعني إذا هو الراهب هو الشاب الذي يخاف من الرهب فيرجع. الرهبنة عشان تبقى واضحة الصورة، في بدايتها كان فيها نوع إيمان مش بينكره وده الأقوى. وده اللي قاله القرآن حتى الكريم لما قال ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قدس سينا ورهبان. فكانت دي. لكن كان في رهبنة تانية، ودول ناس ارتدوا كتير. دول كانوا مين؟ كانوا الناس حاج أحمد اللي بيبقوا حاروا الصين على إنهم يبعدوا اقتصاديا. لأن برديات أكسير الخوش مثلا دكتور جمال لقينا في عدد كبير من البرديات يكتب إيه؟ جاءت لجنة الضرائب إلى بيت فلان وكان موجود على البيت عبارة خرج ولن يعود، مش عايز يدفع ضريبة. فكانوا الناس بيهربوا، لكن الرهبنة بعد كده أصبحت ستار أو إطار آسف قوي جدا تقدر المسيحية تنتشر فيه في داخل مصر، من الأنبا أنطونيوس، من توجهه لأديرة البحر الأحمر، من بخوميل بعد كده ورهبنة الشركة، من كل الرهبنة وكل الرهبان اللي اتجمعوا حواليه. ولكن تبقى رهبنة أو تبقى مرحلة الخوف في مرحلة الاضطهاد هي اللي حولت عدد كبير من المعابد إلى هياكل. أيوة. وعلشان كده بعدنا يتكلم يقول أقدم كنيسة في مصر، وتيجي مثلا تقول المعلقة ما عنديش نص فيها دكتور جمال قبل القرن السادس، لكن ده بعدين تقول لا أنت حق. يا جماعة في فرق. انا النهارده لو قررت ان انا في المكان اللي انا هاتيه في القبط المرشدين هعمل جامع، اول حاجه بعملها ان الحاج احمد بيجي نروح قافلين المكان اللي فيه قبله وبنحط حصيره. ممكن بعد كده ما نعملش المشروع، بس افتكرنا ان المكان ده اصبح جامع. علشان كده 216 دي معلومه مهمه قوي لازم تتعرف، 216 ميلاديه عندنا نص من اوكس للخوف بهنفسه بيقول ان المسيحيين اللي كانوا عايشين هناك عملوا مكان للمصلى او الكنيسه، بس دي جت ايه؟ تكسر النص. ما جاليش ده، المفترض ان بيت انيانوس اللي هو دار البقره مش عارف تعمل اذا كنت اللي هو هو المكان الاول اللي كان فيه كنيسه لانه كان مكان مصلى. اذا ففكره الرهبنه وفكره التعبد عندما تحول المعابد ما كانش الا في فترات الاضطهاد. نعم. زي وعلشان كده معبد دير المدينه، معبد دير شريط، معبد الدير البحري. دايما هلاقي كلمه دير، دير موازي. الاديره او المعابد اللي تحولت اليها اللي تحولت الى هياكل مسيحيه وليس اديره، هياكل زي فيلا مثلا، فيلا الهيكل ومكان الصمت. في العصر البطرسي المكان اللي فيه الميه اللي اتحول لكنيسه وهكذا. كل الاماكن مثلا دكتور جمال اللي وقفت فيها العائله المقدسه في رحلتها لمصر لم تكن اماكن كنائس، لكن اصبحت كنائس ترجع كلنا بين القرن الثامن والعاشر الميلادي. عشان كده جات لي رساله حاليا بتقول لي يا ريت الدكتور خالد بس يقول لنا نماذج، لان دايما هم بيروحوا يزوروا الاديره الجميله اللي في وادي النطرون نظره ولو بسيطه كده عن هذه الاديره اللي بسمها.
مش هينفع دلوقتي يا ريس بسبب لازم نشوف الصور. احنا عندنا الاربع جنرالات يعني عم بشوف هم ار تواريخها تواريخها واسمائها لا يفتى وانت في المدينه بتاعتك انت التاريخ دي لان هم بيتكلموا على ناس لا اتفضل اه لا اتفضل لان انا اتكلم بالاسلام لا طيب طالما ظهرت بقى الاديره ونظام الرهبنه فبرضو حضرتك اتكلمت عن العائله المقدسه برضو هنا من ضمن الاسئله اللي بتيجي العائله المقدسه قعدت قد ايه في مصر التليفون مكتوب معاك وبدات منين وازاي وانتهت لفين برضو في عجاله لو سمحت دكتور خالد عشان برضو في كثير من العائله المقدسه عايزه تعرف العائله المقدسه والمسار وكلهم عارفين وشافوا المسار ده موجود ده بدوار كنيسه ابي سرجة في مصر القديمه بس بسرعه الإصحاح الثالث الآية الثانية من إنجيل متى هي المصدر الأول والوحيد تقريبا لينا قم خذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر ولا تعد حتى أخبره هيرودوس الحاكم هيرودوس الحاكم الروماني يرفض أن تلد أي امرأة ذكر لأنه جاء له من بشر بأنه سيأتي من سيغير هذا الأمر قرر ليتب الست قررت أنها أو ربنا سبحانه وتعالى أعطى ليها البشارة من خلال يوسف النجار يجي بقى هنا السؤال لماذا جاءت العائلة المقدسة إلى مصر؟ لازم السؤال ده يبقى مهم وعرفه. أيوة. السؤال ده هنا طبعاً إحنا فرحانين بمصر بلد الأمن والأمان، بالراحة يا جماعة. سنة 27، الكلام ده أصلاً مش وحش، بس سنة 27 وفي السينات الروماني الإمبراطور أوكتافيوس أو أوكتافيوس ما كانش لسه لا إمبراطور ولا مصر. قال لهم أنا مش هكمل لعبة. ليه يا عم بس مين اللي مزعلك؟ قال لهم أنا دلوقتي روما والدولة وكيف أسيطر؟ طب إيه المطلوب؟ قال لهم محتاج إن أضع إيدي على مجموعة من الأقاليم تكون تابعة لي أنا وتكون ولايات إمبراطورية وليست ولايات سيناتورية. فقال له جميل، فين هي الولايات السيناتورية؟ كان من ضمن الولايات عشان ما تكونش في كتير مصر. وأصدر مرسوم قال فيه يمنع زيارة مصر أو دخول مصر من أي فرد أياً كان من العائلة المالكة أو من كبار الرجال إلا بإذن الإمبراطور. دكتور جمال وأنا ناس غلابة ندخل، لكن الحاج أحمد نور الدين ما يعديش ده من رجال الدولة، فيجي وهو داخل لا لازم تاخد إذن الإمبراطور. لما ربنا سبحانه وتعالى ألهم يوسف الأولاد له ادخل مصر مش هيقدر الجيش الروماني يتتبعه فيها. لأن مصر ممنوع حد يدخلها إلا بإذن الإمبراطور، وفي نفس الوقت الجيش اللي هيطلع أو يتحرك ورا الست دي لواحدة بعين عفوا في التعبير يعني ولها كل التكريم السيدة العذراء. كل سنة وإخواتنا المسيحيين طيبين، إحنا بنصوم اليومين دول أجمل صيام في السنة لإخواتنا المسيحيين، صيام السيدة العذراء من 7 ل 22 أغسطس. هنا اتحرك على مصر، دخولها لمصر هنا كان نوع من الأمان إن محدش هيتتبعها من الأعداء. هي دخلت مصر. هنا خلينا نتكلم عنها، ما عنديش مصدر يا دكتور جمال قبل القرن الثالث. يا ريت توضح النقطة دي. قبل القرن الثالث من الأب فيليسيوس لما جه قال إنه رأى رؤية والعذراء أبلغته بخط السير وكتب، علشان كده هتلاقي حضرتك اللي يقول لك بدأت من هنا واللي يحط حتة ويبارك المكان، كل الكلام ده جميل، خلينا نتكلم في إطار عام. الطبري وابن الأثير. الطبري وابن الأثير عندهم لي مشكلة كبيرة جدا. لان الطبري وابن الاثير اكدوا او حاولوا يربطوا بتاكيد زياره العصور الاسلاميه وبالمناسبه قالوا ايه؟ واهويناه الى ذات ربوه وقرار معين. قالوا ان الربوه والقرار المعين هي مصر. واكدوا من هنا لدرجه ان الطبري قال ان السيده العذراء في نص صريح اقرا لحضراتكم نص معايا نص صريح انها ما كانتش بتدي المسيح لحد شايلاه وحاطاه كل الوقت وهاتيه لا وقعدت في مصر وفقا لكلام ابن الاثير والطبري كام سنه؟ 12 سنه. يعني في الحاله دي المسيح خرج من مصر شاب، الكلام ده لحد كبير مش هنقدر نعمله. مش مؤكد. مش مؤكد، لكن هناخد احنا خط السير المتفق عليه وفقا للمخطوطات اللي في برلين ووفقا للعديد من الاشارات وحتى اللي قاله سيجل بعد كده من القرن الرابع وما بعده ان هي بدات من البوابه الشماليه، من بوابه مصر الشماليه. بلوزن. دخلت بقى اسف، دخلت بعد كده على شمال سينا خدت الفرمة لا هم بدأوا يدخول سينا مين بالظبط؟ من عند بوابة الزلمية عند العالي شوقي أيوة يعني شمال الشرق بالظبط أيوة بعد كده نزل خدت رفح بعد كده نزل على الفرمة
بعد كده اتحركت من الشرق الموازي للبحر المتوسط. تمام. كل ده نزلت على فين بعد كده؟ على الدلتا. اول ما كان في الدلتا يمكن في النقابه هنا شافوه مع الدكتور ايفان البير الجميل اللي استنى بسطه وقعد وجه في النصوص ان الرحم بارك المكان وان الاصنام بدات تقع الاصنام. فابتدوا الناس يسالوا ايه اللي بيوقع الاثار؟ ما الاثار زي الفل. طبعا هم بيقولوا اثار التفسير المسيحي بيقول انها الاصنام. فقالوا ان في واحده وحصل وابتدت تمشي من هنا خرجت العدل راحت على مسترد من مسترد على بالبيس بالبيس المحمى. نعم. كل الاماكن دي هي بتقعد تلاقي الشجره تلاقي مغاره تلاقي دي. طيب لا العجره معاها ورقه بتقول لها خط سير ولا العجره معاها كتاب ولا حد بيديها موبايل يقول لها هي ربنا سبحانه وتعالى. واحيانا في بعض الاماكن على فكره كانت تقعد وتمشي بعدها بساعات. بعد كده اتحركت على فين؟ على سمنود ومن سمنود على سخا وفي سخا في كفر الشيخ لغايه النهارده الاهالي بيتباركوا بحته حجر عليها بصمه ريك بيقولوا ان بصمه ريك وضع قدم السيد المسيح عليه يقال كده عن بير ميه. رجعت معديه على البركه كلها في بريه شهيد او سكه حمار او بيت الملك او منطقه وادي المطرون. نعم. اللي هي المنطقه اللي احنا بنعرفها من العصر الفرعوني بالمناسبه وبنعرف انها كانت منطقه مهمه جدا لحمايه الحدود الشماليه الشرقيه لمصر لان المواني المصريه كانت كده. عشان كده حاج احمد يمكن كنا بنتكلم قريب ان شاء الله تعالى بنفكر نعمل النقابه رحله لسيوه لو ربنا سبحانه وتعالى اراد هيكون من ضمن برنامجنا ان احنا نقف نعمل مارينا العالمين قدام مارينا العالمين اللي احنا بنعملها عند منطقه كبيره مش عارف الاعلان ولا ايه عند بورتو مارينا العمارات بتاع بورتو مارينا الموجوده عند البوابه الخمسه في مارينا منطقه الاثار لقينا مقابر لقينا اجوره لقينا معابد لقينا بيوت لقينا فيلا لقينا حمامات مدينه كامله. يعني لو نزلنا شفنا المكان ده هنلاقي مدينه المدينه دي عرفنا انها ممتده لو مشينا معاها قريبه لمنطقه وادي المطرون. يعني المنطقه كانت منطقه تجاريه قعدت هناك بعد كده نزلت على اتجاه منفي من منفي راحت على فين؟ على اونو. اونو برضه بعيد مره اثنين وثلاثه عشر اونو اللي هي مدينه الاوتاد اون بالهيروغليفي يعني وتر او عمود اونو وامتداد اونو الشمالي يا دكتور جمال هو المطريه وعين شمس الجزء الاوسط منها هو بابر حابي ام اون بابر حابي بيت معبود النيل في اون اللي هي المنطقه اللي عندها بقياس النيل. نعم. لان برضه هنا معلش هضطر ان انا افضيها بعضنا بتحصل عنده حته لخبطه ما بين حاجتين ما بين النيول منطقه حصن بابلون هو تسميه سليمه لكن المنطقه دي في النصوص اسمها جرع حار مكان الحرب بيقال ان الصراع من حرس وست وصل لاشده في الحته اللي قريبه من الحرب. انما المكان ده هو اللي عند قياس النيل دلوقتي حضرتك طبعا سيدي العارفين للجزء ده في الجزء ده قالوا ان هو بابر حابب اون في اون الدكتور جودة جبره ربنا يديله العمر لقى تماثيل لاتوم رب اون موجوده قريبه من كنيسه القديس ميخائيل اللي هي بقى ايه؟ بن عزرا المعبد اليهودي. بعد كده بنطلع حير اون وده احد التفسيرات المهمه حير يعني ايه؟ على بالهيروغليفي حير اون على اون او اعلى اون يوم بعض المؤرخين العرب يقولوها ايه؟ الحلوان. تخيل بقى حضرتك انت بتطلع من المطريه الحلوان انت ماشي في خط السير ده. العائله المقدسه راحت قعدت عند ديك سيلفيوس عن المكان اللي بعد كده بقى كنيسه سيلفيوس واقف اللي هي بير المايه اللي هناك عاشت ثلاث شهور السيده العذراء والسيد المسيح معامله طيبه جدا سابت المكان ومشت لقت سلم على النيل نزلت منه وعدت فبقت المعادي. تمام جملتك الشهيره عدت المعادي منه دخلت على ايه؟ منف والصعيد خدت بقى عشتين النصارى خدت مجاجه بعد كده نزلت على اللهم صل على سيدنا محمد لا محمد امين راحت على وهي ماشيه بالمركب لقت حجر بينزل فالمسيح رفع ايده فالحجر رجع فبقى جبل الكف او جبل الطير اللي قعدت ثلاث ايام في المغاره في صمنلور بعد كده اتحركت راحت المنيا كملت لغايه لما وصلت الاشمونين في بيت في الاشمونين فاكر يا استاذ احمد لما شفنا الاشمونين مع بعض المنطقه الشهيره استاذ احمد يعني الموجوده على فكره بيحضرنا الاستاذ احمد حسن الاستاذ وايده والحاج احمد نور الدين طبعا مجلس نقابه الجيده حته ان احنا قاعدين طبعا انتوا احنا مشرفين بوجودنا معاكم. دخل الى بيرجو فاتوره الكهرباء جت للنقابه. طيب في الاشمونين قابلهم راجل واكرمهم وعاملهم معامله رائعه لكن بكل اسف المعامله قلت ان الناس تضايقهم فطردوهم
خرجت العدرا وراحت كملت من بيروت وكملت لغايه لما دخلت اسيوط ووصلت لجبل قوسقام، وفي جبل قوسقام استقرت في الدير الشهير اللي بنسميه بيت لحم مصر اللي هو دير المحله اللي قعدت فيه 6 شهور. قصه الشيخ بعد ما خلصت وجت اللي هو تاني يوسف المجاور عملت اليوتيرن ورجعت من الجنات لودرونكا وردت السيده العذراء والسيد المسيح ويوسف المجاور رحله العوده الى بيت لحم مرة. ده كان رحلة بنقدر الرحلة انها من حوالي من 3 سنين ونص ل4 سنين، يعني حين زودها البعض يقول لك لا تزيد شوية قال لك دول سنتين، بعض الناس ده ما دخلوش خالص، في برضه عرفت ان العجلة ما جاتش مرة. لكن عايز اقول لكم بس عشان البعض اللي في بعض ليه انا ذكرت في الاول الطبر وابن الاثير عشان ابرر المؤرخين المسلمين من تهمه بيوصفها الله بجد، اصل المسلمين مش عايزين يعترفوا بالعدل، واي شرف تحت ذي مصر ان السيده الازهار تبارك الله ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، دخلت طهاره واصطفاء اكثر من مره لم تحظى به امراه في العالم ولا ام الرسول عليه الصلاه والسلام، يذكر في القران سوره باسم. جميل قوي دكتور خالد، يبقى احنا هنا اتكلمنا عن المسيحيه وانتشار المسيحيه. المهم المحاضره حلوه وما تسجلتش في قناه الحاج احمد بيه الدين شكله قرا نصوص اللعنه على تليفونه. وطبعا بالرد على الاستفسارات والاسئله اللي دايما بيسالها لنا الاخوه المرشدين. هنوصل بقى يعني خلاص المسيحيه موجوده وبعض المصادر والمراجع بتقول رغم انتشار المسيحيه في مصر طبعا من بعد المرسوم اللي عمله الامبراطور قسطنطين الا ان برضه كان هناك اضطهاد الى حد ما لاقباط او مسيحيه مصر، يا ريت برضه تلقي الضوء عليه لان هذا الاضطهاد اللي استمر من بعد اصدار المرسوم الى حتى فتح العرب او الفتح الاسلامي لمصر، فعايزين نلقي الضوء برضه عن احوال مصر في ظل هذا الاضطهاد المسيحي، يعني حب عن المسيحي والمسلمين والمسيحيين الاقباط وفي اضطهاد ازاي بقى؟ خلينا صحتك سؤال. لما مرسوم ميلان قال المسيحيه ديانه من ديانات الدوله. تمام؟ المسيحيه ديانه من ديانات، هو كانش يقدر هو ابن القديسه ميلان يقول المسيحيه ديانه الدوله ويخلص؟ الاحد اجازه. احكام الكنيسه لا ترد، ده اللي قاله قسطنطين في مرسوم ميلان. نعم. طب ليه ما قالش المسيحيه خلص وكان عفى نفسه؟ نعم. لا، مشكلته الاساسيه انه الوثنيين الكاثوليكيين الموجودين في روما كان ممكن يتحركوا بالاقتصاد ويدمروا اقتصاد روما، علشان كده يا دكتور جمال كان حريص انه يكسب وجودهم جنبه لغايه ما يتم بناء المدينه الجديده روما الجديده. من هنا بدا يفكر فيه. ويمكن دايما بضرب مثل لطيف عاشوه اخواتنا الفرنساويين واللي مننا عاش فرنسا يعرف القصه دي. في 2001 احد الاشخاص اللي كان مرشح لانتخابات الرئاسه الفرنسيه وكان ضد الرئيس جاك شيراك. تعرف دكتور جمال عمل ايه؟ الراجل ده كان مشروعه كان اسمه جان ماري لوبان، كان مشروعه هو طرد العرب من فرنسا. طرد العرب من فرنسا. الفرنساويين نجحوا شيراك مع انهم كانوا في البدايه رافضينه. نجحوه بسكور عالي قوي. ليه؟ قال لك ما اقدرش اخسر العرب مش حبا ولكن في الاستثمارات العربيه للشركات العربيه الموجوده، لو انا طردتهم ومشوا باستثماراتهم اقتصاد فرنسا هينهار. هو ده اللي فكر فيه كنت قاطعين قبل كده قبليها ان هو يحافظ على الاقتصاد الروماني وبعد كده لما يجي العاصمه الثانيه تبدا الامور تمشي. مشكلته الاساسيه ان هو وقع مع اسكندريه. او في ان مصر دوله مسيحيه. ومرقس الرسول بدا الدعوه للمسيحيه في الشام من عندنا، عارفين ان مرقس الرسول جه من البنت ابوليس اللي هي المقاطعات الخمسه في الحدود الغربيه. طيب اصبحت مصر هنا هي المكان، فاحنا قاعدين اسف في التعبير اللي هقوله ان بطننا بطيخه صيفي، منتظرين ان اي امبراطور جاي هيقول ان الكنيسه رقم واحد او الكنيسه اللي بعد روما هي كنيسه مصر. ليه لما يقول كنيسه بيزنطه او كنيسه القسطنطينيه؟ الامر هنا اللي دخلنا فيه صراع، الصراع ردت عليه الدوله باضطهاد، فاصبح الاضطهاد زي ما حضرتك قلت مسيحي مسيحي. ساعد هنا بقى كمان زيادته ايه؟ جوليان المرتد اللي جه بعد حكم قسطنطين واولاده. الراجل ده كان
قال ان كل الامور الوثنيه سيبوها للناس كده. قال انا خادم الامه، انا اي شخص اخدمه. مره بيقول انه تعدى على احد امتيازات مجلس الشيوخ فحكم على نفسه بعشرة رطل من الذهب. قال انا باخضع كل المواطنين لقانون الامبراطوريه، انا اؤدي العمل. لكن كان مشكلته فلسفته التي كانت ترفض ان المسيحيه تكون هي الشيء الكامل في الدوله. والدليل اصلاحه للهياكل الوثنيه دكتور جمال، قال كبار الفلاسفه وابتدى هنا يدخل في موضوع من الموضوعات مهمه. من الموضوعات دي قال كيف للرب ان يخلق من تكون عونا لادم لتكون هي سبب سقوط. ابتدى يشكك في الدعوه. حاشا لله، انا بقول حاشا لله اللي انا هقوله، فكيف يكون هذا الاله الحاقد الحازم ده جوليان بيرون ان يابى على الانسان ان يعرف الخير والشر الى هذا الحد يؤخذ الابناء بذنوب الاباء؟ لماذا لم يغضب الاله، ده كلام جوليان، على الشياطين والملائكه؟ ابتدى من هنا ليه ما بتقبلوش الشريعه اللي نزلها على اليهود؟ تقولون ان الشريعه كانت مكسوره على زمان ومكان. انقل اليكم من اسفار موسى عشرات الالاف التي تقول ان الشريعه نزلت ليعمل بها اليهود. بص هنا واحد مرتد تماما قال لك حد يقول لي اين الاسطوره؟ لما راح فوق بعد كده الراجل شوف جميل اهو، بس فلسفته وخطابه ده هو كان الكارثه. عشان كده لما خرج في حمله للفرس بيقال ان هو اتقتل بيد الجنود الرومان المسيحيين اللي كانوا معاه. والدليل على كده ان الامبراطور الفارسي او الحاكم الفارسي اصدر امر بانه سيعطي مكافاه لمن يقتل جوليان. الغريبه ان بعد موته لم يتقدم جندي او ضابط فارسي يقول بانه هو الذي قتل. فالامر غالبا، وعندنا يمكن الايقونه الشهيره بتاعت ماتيوس اللي فيها بتصور القديس ميركل وهو بيضرب دي فين الامبراطور جوليان؟ دي فين محفوظة؟ أظن في روما. يمكن الصورة بتاعتها مش واضحة، لو يعني مش هتبقى باينة في الكاميرا باينة، مش باينة. يعني أنا لا أحاول أقربها، بالعكس ده هي فرصة إن الناس تشوف. دي وثيقة، دي تعتبر وثيقة من الوثائق المهمة اللي أنا مش عارف كده ظاهرة في الصورة واضحة؟ أستاذ أحمد نور الدين عمال يديني كده، ها؟ وضحت كده لحضراتكم؟ تمام. معلش انا اسف ان انا لا علشان بس الناس تعرف. طبعا لان دي وثيقه مهمه جدا، وارجو يعني بعد وفاه جوليان دي جوفيان استسلم للفرصه المسيحيه. جوفيان كان امين للايمان بالمسيح. كل اللي عمل جوليان المرتد جوفيان لغاه وبعت خطاب لمين بقى؟ لعفريت العلبه اللي مطلع عين الرومان القديس والاب اثناسيوس. قال له ارجع تاني لكرسيه، دبر شروط كنيسه نصر. لان خلي بالك اثناسيوس رافض بكل الامور اللي تجعل من الاسكندريه الكنيسه رقم ثلاثه او اربعه، علشان كده كان رافض للامور. روما ابتدت تقتهر. اثناسيوس دخل اسكندريه اصدر خطاب العقيده اللي بيعتمد على مجمع نيقيا، وبعد كده راح لانطاكيا وقابل الامبراطوريه. انطاكيا بس بالمناسبه هي انطيوكيا، بيقال ان اللي اسستها كليوباترا الثانيه في اثناء صراحة مع اخوها بطلميوس الثاني، وعملت مدينه انطيوخيا اللي هي بعد كده بقت انطاكيا. دخل صراع ثاني وابتدت الامور تدخل في صراع، حتى ان جوفيان وبكل اسف مات. البعض قال انه مات انسداد في الاورده، والبعض الثاني قال ان اوضه كانت مدهونه بالجير والجو كان حر جدا، وفي مواقف الجو كان برد جدا فولعوا له مواقف فحم عشان تدفي، والجير وهو نايم عمل اول اكسيد الكربون نشط جدا خنقه ومات. فالنتيان جه ورفض انه يرجع لروما، مشيت بقى بعد كده الى فالنس وبعد كده جراتيان. لكن هنا بقى السؤال اللي سالته الدكتور جمال، انسال سؤال الدكتور جمال للطعام شغال، لان انا رافض نقل الاباطره لغايه ما وصلني السؤال ده الثاني. اخر امبراطور لروما كلها بيحكم المدينتين وهو الامبراطور ثيودوسيوس. ثيودوسيوس كان مسيحي متدين. في مجمع القسطنطينيه 381 وقع معاهده مع الفرس قس الارمينيا، وقال للمسيحيين عليكم بالوحده الكامله، يبقى كلنا ايد واحده.
وفي 391 أصدر مرسوم بحرق ما تبقى من كتب مكتبة الإسكندرية. السؤال هنا مهم، هو حرق ما تبقى من الكتب ولم يحرق المكتبة؟ المكتبة احنا كنا بنجري ننتشر اللي نقدر عليه، لكن مكتبة مختفية حسب الرأي الغالب من 272. وراح كمان عمل ايه؟ شال على القسطنطينية مسلم قطبس الثاني وعمل تمثيل عليها لتقديم النص للمجيد. المسلة اهي، هرجع برضه اقول لحضراتكم، مسلم قطبس الثاني فتح مضبوط، مش حاجة فتح مضبوط، بس يشاور لي هل احنا الزاويه مضبوطه اللي فيها الصوره على تمام مضبوطه تمام هنا يمشي معانا النص علشان نشوف. ادي تمثيل ثيوديسيوس على قاعده المسله بيقدم النصر المجيد. تمام، ثيوديسيوس زي ما بقول لحضراتكم فين الشرح. لا هو يعني بتاعت مهمه، هي مناقشه ودردشه، واحنا يعني مش هنطلع دردشه. ده جميل يا دكتور جمال والكلام ده. المشاكل ابتدت ترد بعد ثيوديسيوس. ثيوديسيوس قسم الحكم ما بين مكانين اللي هي بيزنطه في الشرق او القسطنطينيه في الشرق وروما في الغرب. ادى اركاديوس ابنه حكم الشرق وهونانيوس ابنه الثاني حكم الغرب. هنا انقسمت الامبراطوريه الى جزئين، شرقي وغربي، بناء على السؤال اللي حضرتك كنت بتساله. برضو طب يعني السؤال السهل اللي عايزينه برضو نعرفه، مسيحي ضد مسيحي برضو ليه يعني هنا الاضطهاد؟ ليه كل ده؟ ما انا بقول لحضرتك انا محتاج كنيسة كلمتين، انا كنيستي محتاجه تبقى نمره واحد وده حقي. روما رفض معتبرين المذاهب، انا المذهب يعقوب. انا عايز اوصل للمذاهب، اختلاف المذاهب اختلاف فكرة المذاهب، وده بقى اللي خلى اللي دخل الدنيا كلها بعض. يعني لما نيجي يا استاذ احمد مثلا نلاقي ان ثيوديسيوس الثاني بتاع اركاديوس كان قاصر وتولى الحكم، وفي عهد اخته بالخيريا اللي حكمت بقى جوزها مخفيا ده اللي اهتم زيهم هي دكتور جمال مجمع خلقدون 451 وانفصال الكنائس. بعد كده جه الامبراطور ليون الاول، اول امبراطور يعين بموافقه بطريرك القسطنطينيه، دي كانت مهمه قوي. ليون الاول جه بعديه ليون الثاني، ليون الثاني ده حفيده، ليون الثاني حفيده من بنته. ليون الثاني نقل الحكم لمين؟ لابو زينون. شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ روما في الفتره دي فيها اي مشكله؟ روما هنا فيها مشكله. دكتور خالد في رد فعل انا بيوصلني للمحاضره، والشكر طبعا للاستاذ احمد نور والاستاذ احمد وكل اعضاء النقابه، وحتى لدرجه ان انا بعت قلت لو في اي اسئله، علشان كده انا بسالك الاسئله اللي بتجيلي، فانا بسالك بعض الاسئله اللي بتجيلي. وانا بسالك وانا بسالك حتى انا في الجزء الاسلامي بسالك. الاخوه المرشدين دايما بيسالوا الاسئله دي لان هم بيتسالوا من الجست الضيف اللي معاهم عن هذه الاسئله. اتفضل كمل. خلوني وصلنا للاضطهاد بقى ومذهب اختلاف المذهب. خلوني برضه عايزين المذهب المصري والمذهب الحاكم. المذهب الحاكم هو المذهب هنقولها الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه. الارثوذكس اللي هو مستقيم كاثوليكي العالمي الملكي المؤمن. الحديث هنا كلنا او كل المسيحيين يؤمنون بان المسيح طبيعه واحده، لكن حين اندماجه بالبشر كيف كانت الطبيعه؟ وحتى الكاثوليك، لكن اندماجه بالبشر عند الكاثوليك اعطت مساحه في الايقونه ان يكون له جزء ولو بسيط بشر. اما الارثوذكسيه فهي مستقيمه ترفض تماما اي شيء يخرج عن حيز ان يكون السيد المسيح. هل ده يؤدي الى برضه مشاكل ما بين او اضطهاد ما بين الحاكم والمحكوم؟ طبعا. خلي بال حضرتك، الصراع الديني دائما هو أسوأ انواع الصراع. اقوى من السياسي لانه الايمان فيه بيكون عادي. نعم. انت يمكن ان تغير مذهبك السياسي، لكن صعوبه تغيير المذهب الديني تاخد وقت. لكن خلينا ندخل بقى معاك في القرن الخامس، القرن السادس. القرن السادس بالنسبه لي مهم، ده
لان يمكن انا بعض شروط اطول شويه معلش من اللي انا وحضرتك متفقين عليه. لغايه ما جالي الامبراطور جوستينيان. جوستينيان هو حرر الزاويه في الاصلاح. تعلم حضرتك جيل سانت كاترين، تعلم ايا صوفيا، العديد من المنشآت اللي أصلا في مصر كان ذكي جدا. لقى الصراع في اسكندرية ديني ديني. نعم. راح معين بطريرك من طرفه. هو راجل ايه؟ كاثوليك. مراته الامبراطورة تيودورا قالت له لا. راحت بعت واحد وعملت لعبة عطلت اللي بعته جوزها عشان تعين واحد من طرفها اللي هو تيودوسيوس. الصراع ما بين البطريركات في اسكندريه ادى لحاله يمكن ان نطلق عليها الحرب الاهليه. نعم. جوستينيان مشكلته مع مصر كانت الايمان الرفض عندهم من تعيين اي حد من الامبراطور لدرجه ان جوستينيان لما ثيودوسيوس جه والمصريين رحبوا بيه وقابلوه اعتبر جوستينيان ان ثيودوسيوس بعد الاصلاحات دي كلها هو شخص ملحد غير مرغوب فيه لدرجه ان هو اختار احد اديره كانون اللي هي بولير ليكون هو البطريرك الاكبر والبطريرك ده اللي اسمه بولس. عارفين المصريين قالوا ايه بقى؟ شوف الرفض الديني قالوا على بولس ده ايه؟ ها لقد عين الامبراطور علينا يهوذا الثاني جنبنا يهوذا المقدمين. خلاص اصبح في رفض عندنا شامل لكل ما يقوم به الامبراطور. عشان الامبراطور يحاول يصلح الاقتصاد عشان يعالج مشكله الدين عمل قانون اسمه القانون 13. القانون 13 ده قانون سنه 536 الغى وظيفه حاكم الاقليم وعين موظف واحد يكون هو اللي يشيل كل حاجه وعمل مصر خمس دقيه دي التعبير بتاع موريتانيا معلش بحكم الفلوس اللي كنت باخدها. عمل مصر اوجستا مينيكا اركاديا تي بوليفيا وهنا قالت ان تي بوليفيا مناطق حوادث. بعد كده قسم مصر الاثنين قرشين قرشين مصر الاولى ومصر الثانيه وعين عليهم ضابط خاص بيهم عمل نظام ضرائبي يعتمد على الخوره اللي بقت القريه بعد كده. فابتدت تقسيمات كتير كل ده كان كويس قوي لكن النظام الاقتصادي والسياسي ينهار دائما بعد ان انا رافض تماما اي حاجه انت بتعملها لان انت جرحتني في الدين. هنا كان داوود اساطير كتير اتكلمت عن جوستينيان لكن سوء حظه انه وصل في النهايه الى ازمه الوباء اللي انتشر وادى ان هو نفسه مات جوستينيان بعد كده ربما بيه. وعلشان كده بس بمناسبه جوستينيان كان ست ايا صوفيا يعني دي من اشهر الاعمال المعماريه وطبعا حضرتك تعلم ان ايا صوفيا من البطرشين بالظبط. ايا صوفيا بتاعتك هو عاوز يعملها يجيب لنا ايا صوفيا بس اديني ايا صوفيا فضل. علشان كده بدا بعديه ندخل في حاجه ثانيه انه بعديه لما جه اللي هو جوستين الثاني يا استاذ احمد قابلته ازمه كبيره. الازمه بتقول ايه؟ ان البلد منهاره مجاعات لدرجه انه اتجنن في اخر ايامه وقال جمله جميله قوي جوستين ان الله لا يجيز لنا ان نلقي القبض على احد من اجل عقيدته الدينيه. يا نهار ابيض انت قلبت الترابيزه ده الخناقه على الدين انت جاي تقول لا مصر عمال الخراج والناس والدنيا شغاله بشكل تاني. تخيلوا ان البلطجه اصبحت هي العنصر الاساسي الذي يقوم على امور الدوله لدرجه ان في واحد اسمه ديسكورس متشكر يا صاحبي بعت ثلاث فدادين غير صالحه للزراعه لاحد الاديره. ده بلطجي ثلاث فدادين رايحين بتوع مش فاتحين فالكنيسه قالت طيب والدير انا هاخد الضرايب اللي على الثلاث فدادين. ديوسكوروس قال لهم ماشي انا عندي 15 فدان في زمان ارض ادفعوا ضرايب عليهم. طب احنا مالنا؟ قال لهم مش هتدفعوا هنا مش هتمد ايدكم هنا. شوفوا بكتب خلاص اصبحت الامور صعبه جدا لدرجه ان في واحد قدم بنته رهن عشان ياخد على صك بسداد ضريبه. بنت تاجر سمك مملح لجأت لرئيس فسخان لجأت لرئيس الاداره المحليه عشان يساعدها. الرهبان بقى هنا اعلى مراحلها هنا في القرن السادس لدرجه ان عدد الرهبان وصل في قريه واحده 700 رهبان. وبدات اسكندريه تفرض نفوذها لدرجه ان مدينه الاسكندريه كان لها املاك كنيستها لغايه ارسينوبوليس فين؟ ليه؟ خلاص ما هو خلي بالك الصراع ديني انا مؤمن بس رجل الدين كيف يمكنه
ان يقرأ هذا الصرح لمصلحته ولا لمصلحه الدين. هنا الامور انهارت تماما وبدانا نستعد لدخول مرحله تانية. خلي بال حضرتك في المرحله دي بعد جوستينيان وجوستين تماما اتلغت فكره اللاتينيه واتلغت اي فكره واصبحت اللغه الدارجه عندي في مصر هي القبطي لدرجه ان لغه الشارع لغه كل شيء والاسقف هيرميتيوس لاول مره ترجم الانجيل الى حتى في الاسكندريه في القرن السادس. خلي بالكم برضه هنا بتقول ان اللغه القبطيه زادت قوي في القرن السادس الميلادي وبالذات في مقر العاصمه والاقاليم طبعا اللي هي الاسكندريه. استمرت بقى الامور لغايه ما انتهى الى القرن السادس ومشاكل الفرس اللي ما بتخلصش لغايه ما جه الامبراطور فوكس اللي كان فوكس فعلا عامل فوكس على نفسه كده ومحدش يقرب منه واي حد يقرب يتعرض للاضطهاد او الضرب. بدات المشاكل كتير والفرس هجموا الامبراطوريه وبدات مصر تتعلق فيها المشاكل الدينيه. المشاكل الدينيه ان الامبراطور مصمم ان واحد يجي من طرفه والدوله ومصر رفض اي شخص تاني لان انا الوالي البيزنطي شيء وانا شيء انا مذهب هو مذهب اللي حضرتك كنت عليه. علشان كده المصريين بعتوا لواحد اسمه القائد نكتاف. نكتاف ده ابن اخو مين؟ ابن اخو هرقل حاكم شمال افريقيا. ابن هرقل الصغير كان اسمه ايه؟ هرقل الازرق. قالوا لا راح هرقل الكبير بعت لابنه مع نكتاف قال له خلصنا من مين؟ من المصريين. فعلا هرقل قدر انه يجي على فوكس وراح ونكتاف اللي هو ابن اخوه ابن عمه راح الى اسكندريه. هرقل وصل القسطنطينيه فتحت له القسطنطينيه ابوابها واتقبض على فوكس واتقتل واصبح هرقل امبراطور. هرقل ابتدى يصلح الاوضاع ومعتمد ان نكتاف هنا. المشكله الاساسيه اللي واجهت هرقل بقى هنا لان انا هنبدا هنا الجزء بتاع الدكتور جمال. ليه؟ لان هرقل الفرس دخلوا على بلاد الشام ووصلوا بيت المقدس ودخلوا اخذوا صليب الصلبوط من ويقال ان هرقل بعت لكسرى ملك الفرس قال له ارجوك فرد كسرى بلسان سخريه وتريقه عليه. الفرس راحوا مصر وفتحوها. مصر حاله استسلام. الفرس قرروا يروحوا القسطنطينيه. خلوا بالكم ده سبحانه وتعالى ربنا نزل القران هنا في سوره الروم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. تعالوا نشوف اللي هيحصل. اللي حصل هنا ايه؟ اتحرك الفرس لمصر فتحوها خلاص ده الانهيار وتحركوا على القسطنطينيه. بيزنطة هزمتهم وقتلت منهم جنود جيش قتل 4000 واحد. هرقل لقى ان لازم روما تبقى معاه. تخيل بقى ان ابتدينا دلوقتي بعد ثيودوسيوس واركاديوس وهونوريوس ابتديت افكر ان ارجع الحق نفسي تاني. هرقل قرر انه يسيطر وعمل معاهده افار مع اللاتين في روما سنه 619 ودفع 200,000 دينار ليهم ايتاوا وطلب الباتريارك سيديوس من الامبراطور ان يقسم على الكتاب المقدس بألا يتخلى عنه القسطنطينيه. وضع يده واقسم وقال في 4 ابريل 622 اقسم اني اترك المدينه الى يد الله وام العذراء والبطريرك. هزم الفرس في معركه نينوى 627 تفاوض. كسرى رفض. كسرى بعد طلب جيوشه في مصر واتفق مع عوان يحاصروا القسطنطينيه لمده 3 شهور لكن اتهزم. ده اللي ربنا قلت لحضراتكم القران نزل فيه. الامور اختلفت. كسرى مات. ابنه شيرويا وصل الحكم. هرقل بعت شيرو بعت يقول له انا اسف سيبكم من اللي قاله ابويا. قال له طيب هتوقف الهجوم انا عايز حاجه اخرى تجيب لي الصليب المقدس. اداله الصليب ودخل في 14 سبتمبر ده تاريخ كل اخواتنا المسيحيين في العالم يعرفون عوده الصليب المقدس الى او صليب الصلبوط الى مكانه الطبيعي. اسكندريه بقى كان القديس بنيامين. بنيامين كان عنده نفوذ كان شخص قوي جدا وقف العديد من المشاكل. زار منطقه بابلون الحاميات الفارسيه. هرقل ابتدى يسيطر على مصر تاني ولو سيطره اسميه. لما فشل بقى في تعامله مع بنيامين عمل ايه؟ عين كيروس او كيروس اللي هو المقاوم ويقال
ويقال بان المقوقس البعض يعتقد انها جاءت من سخريه المصريين منه، قالوا ان هو المقوقس لانه جاي من منطقه قريبه من القوقاز، فقيل ان هو المقوقس اللي جاي لنا من ناحيه القوقاز، والبعض بيراها لقب من الفخامه والتبديل، حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول عليه ملك مصر، يعني الرسول الله خطب. بنيامين ما عجبوش ترشيح المقوقس وعمل مجمع في اسكندريه وابتدى يتكلم وقال لهم نلجا الى الصحراء، وراح هو على قوس. طبعا ادير القوس استنى عليه الدكتور جمال لما نطلع الاقصر مره لازم نعمل فيها قوس والاديره الرائعه بتاعتها جميله. مقوقس وصل قرب الناس ابتدى يحاول يقنع الناس بالمذهب بتاع الامبراطور اللي هو المذهب المونثيليتي، محاوله لاخراج المصريين من الفكر الميتافيزيكو بتاعنا، رفضوا قال لهم انتم ملحدين، الجيش البيزنطي يتعامل بقسوه معانا لدرجه ان احنا كنا بنتلسع للعارك بنتضرب بنتجلد. اخو بنيامين اتحرق كانوا بيحطوا النار على جسمه لغايه الدهن ما ينزل منه، قمه اضطهاد مسيحي مسيحي قمه الاضطهاد. وعلشان كده بعض المؤرخين يقول ما تعرض له مسيحي مصر من البيزنطيين ربما يوازي ما تعرض له من دقلتيان. المرحله دي بقى كان بدأ نور ينور في شبه جزيرة العرب. الحدث الجبلي ظهور الإسلام. المسلمين حاربوا الرومان 629 برئاسة زيد بن حمزة اللي هي غزوة مؤتة، هذه الغزوة التي لم يكتب لها النجاح. بعدها العرب خدوا بيت المقدس فعهد عمر بن الخطاب، سفرني بطريرك بيت المقدس سلم بيت المقدس لعمر، عمر وعمرو راحوا قيصرية وعمرو عمر خد سفرانيوس وصل مصر عند زميله كيرس على فكره. وراح عمر مقر القاده في دمشق وسيطر على الشام. عمرو في الشام طلب من عمر طلب ايه هو؟ طبعا فتح مصر. عمر رفض. طبعا العديد من الاسئله والاستفسارات سبب رفض الخليفه عمر بن الخطاب، انما اسمحوا لي في البدايه اقول دايما الاسئله وبعض السرد الجميل اللي قاله زميل الدكتور خالد عن احوال مصر قبل دخول الاسلام، وقال يمكن الحمد لله باستفاضه، وده اللي بيهم الاخوه المرشدين والمرشدات. سالوني ايضا عن مولد المصطفى. مولد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان بالظبط هو التاريخ المعروف 570 ميلاديه، رغم ان في بعض الابحاث وبعض الاراء ظهرت حديثا بتقول ان هو في عام 579، يعني في الفتره من 570 الى 79 في عام الفيل او ما شابه ذلك. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برضه الاسئله اتولد في مكه المكرمه وبعد كده ابتدى نزل عليه الوحي وهو في سن الأربعين، فبرضه دي من الأسئلة اللي بتسألها من الإخوة المرشدين. في سن الأربعين نزل عليه الوحي، هاجر من مكة والمدينة. هنا بيسألوني لأن هيبدأ يظهر زي ما قال الدكتور خالد، أنا عندي التاريخ الميلادي، عندي التاريخ القبطي، عندي التاريخ الفارسي، إنما هنا هيبدأ يظهر بقى تاريخ جديد ألا وهو التاريخ الهجري. السنة الأولى للهجرة اللي هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني هنقول عام واحد هجرية يتحفظ، يعادل كم ميلادية؟ يعادل 622 ميلادية. إذا واحد هجرية يعادل 622 ميلادية. المصطفى صلى الله عليه وسلم مات في سنة 11 هجرية، وكان سنه تقريبا من 61 أو 62 سنة، و 11 هجريه تعادل بالميلادي يا استاذ احمد تعادل بالميلادي 632 ميلاديه. وطبعا زي ما قال الدكتور خالد مصر واحوال مصر وعمر ابن العاص وخالد ابن الوليد وعمر ابن الخطاب، عايز اقول لحضراتكم التاريخ بيقول لي من قبل الاسلام وجود دوله بدل دوله او حكم بدل حكم بيبقى هناك ظروف او عوامل، يا يعني اما عوامل سياسيه بتكون سيئه في القطر اللي هينتهي، يا اما سوء الاحوال الاقتصاديه، ودي اللي مرت بمصر. مصر كان بتمثل
سوء للأحوال السياسية، الخلاف ما بين الدولة البيزنطية ما بين الولاة اللي بعثهم أو ولاة هرقل في مصر، وأيضا سوء الأحوال الاقتصادية. ومن هنا دايما بيبقى العاملين دول بيلعب دور أساسي جدا جدا في قيام حكم جديد أو دولة جديدة، سواء بقرر تالي أهل الإسلام أو حتى في العصور الإسلامية. ده احنا بنشوف العصور الإسلامية دول حلت محل دول بسبب العاملين دول، العامل السياسي السيء والعامل الاقتصادي الأسوأ. اللي أنا عايز أقوله عشان أكمل، بوفاة الرسول سنة 632 11 هجرية بدأت عهد تاني اسمه عهد الخلفاء الراشدين. أبو بكر الصديق عايز يعمل توسعات للدولة الإسلامية لأن المقر كان في المدينة المنورة، ولكن ما قدرش، لم يمهل له العمر ان يعمل توسعات ويخرج عن نطاق الجزيرة العربية، لأن الإسلام بالفعل انتشر في ربوع الجزيرة العربية أيام محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو بكر تولى الخلافة عمر بن الخطاب، وهنا زي ما قال الدكتور خالد في عهد عمر بن الخطاب بدأ الجيش يبقى قوي، وبدأت الجيوش تخرج بقى فاتحة لمناطق الشمال والشرق والغرب. في جيوش طلعت على بلاد العراق إلى الشرق ومنها إلى أواسط آسيا أيام الخليفة عمر بن الخطاب، وفي جيوش طلعت ناحية الشمال والغرب اللي هي استولت على بلاد الشام واستولت على مصر، ونقصد هنا جيش خالد ابن الوليد وكمان معاه عمرو ابن العاص. بجاوب على السؤال، وكل المصادر قالت كده، ان عمر بن الخطاب كان يخشى على جيش المسلمين في دخول مصر، يعني كان بيطلب من عمرو بن العاص ان يأجل الدخول الى مصر لان العيش الجيش كان عدده تقريبا 4000 مقاتل، وقال له يعني فيما معناه انا هبعت لك برساله، لو الرساله دي وصلتك وانت دخلت ارض مصر توكل على الله، ولو وصلت لك الرساله او ما استلمتهاش وانت لم تدخل الى ارض مصر فعد بجيشك فورا. كل المصادر والكتب بتقول ان الرساله كانت متاخره، ولكن كان هنا اصرار عمرو بن العاص ان هو يفتح مصر، ونفس خط سير زي ما قال الدكتور خالد، نفس خط سير العائلة المقدسة، وهي جم من بلد اسمها قيصرية في فلسطين، جيش عمرو بن العاص، ووصل الزحف على يمين البحر المتوسط لغاية ما دخل الحدود الشمالية الشرقية لمصر، غزة، رفع، العريش، لدرجة ان هو كان في اعياد جميلة جدا. وزي ما انا ذكرت قبل كده في هذا المكان لما بتكلم عن التاريخ الاسلامي، قلت ان هو ساب العريش وتوجه الى مصر على طول مباشرة. جنوب العريش احتفل بعيد الاضحى المبارك مع جنده، وقال المساء عيد، ومن هنا جاءت مدينة المشهورة مدينة المساعي. هل هروب حاج البيت المقدس البيزنطي لمصر وترك عمر بن الخطاب سفر في الشام، هل ده كان السبب عشان يحشي الجيوش في مصر ضد المسلمين؟ هل ده كان السبب اللي خلى عمر يعجل لعمرو انه يتحرك؟ ما اعتقدش. ليه؟ لان دماغ عمرو بن العاص ان يستولى على مصر، وهنا الكلمه دايما في اذن عمرو بن العاص، وده صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف تماما أن الرسول أوصى بالدخول إلى مصر، ولو دخلت مصر استوصوا بأهلها خيرا. فكان كل دي عوامل. كمان عمرو بن العاص كان رجل تاجر وزار مصر قبل كده، وبالمناسبة إذا كانت اللغة القبطية هي اللغة السائدة للشعب المصري قبل دخول الإسلام وبعد دخول الإسلام اللي هو على يد عمرو بن العاص، أصدرت أو ظهرت كثير من الأبحاث بتقول إن المصريين أيضا كانوا يعرفون اللغة العربية، يتحدثوا اللغة العربية، وده السبب لحركة التجارة. فعلا حركة التجارة يا جماعة والحج إلى بلاد الشام، دى
دي بتؤدي الى معرفه اللغه، لغه الشعوب، لان التجاره والحج دايما هي او دول عاملين مهمين جدا لمعرفه لغات العالم. المهم المسلمين دخلوا عشان بس ننهي المحاضره الجميله دي لبعض الاشياء اللي لازم الاخ المرشد والساده المشاهدين يعرفوها، وهي ان بوفاه ابو بكر عمر بن الخطاب الفتوحات الاسلاميه، بوفاه عمر بن الخطاب استمرت الفتوحات الاسلاميه، جاء عثمان بن عفان اتقتل بسبب فتنه كبرى الخليفه عثمان بن عفان، والكلام ده كان عام 35 هجريه، ما تعادل 635 655 اسف ميلاديه 600 وقرر ثاني التاريخ 655 ميلاديه، وبدات المشاكل تحصل وظهور الشيعه. برضه سالوني الشيعه بداوا امتى؟ الشيعه بدات تظهر، كلمه شيعه يعني تابع، ودول بداوا يظهروا بعد وفاه الرسول على طول محمد صلى الله عليه وسلم، لان كان هؤلاء الناس اتباع علي ابن ابي طالب. لماذا لم يتولى علي ابن ابي طالب الخلافه بعد وفاه محمد وبدلا من ابو بكر الصديق؟ كل دي فتن وكل دي مشاكل بدات تؤثر في الدوله الاسلاميه المبكره التي قام بتاسيسها المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينه. وبسبب هذه الفتنه طبعا هم اليهود، والكل يعلم ذلك ما فعله اليهود علشان يتم هدم او اساءه هذه الدوله او الاساءه لهذه الدوله المسلمه. اتقتل الخليفه عثمان بن عفان، وبدا يظهر بقى علي بن ابي طالب. هل يا ترى الفتنه تقل والشيعه والاتباع والظروف السياسيه؟ لا، بل هتزداد، لانها تظهر فرقه تعرف باسم فرقه الخوارج، والخوارج دول اللي هم يقول لك اللي بيحكمنا مش شرط ان يكون من اهل البيت، لا، اللي يحكم لابد ان يكون يتصف بصفات الحاكم. اتقتل علي ابن ابي طالب في عام 40 ما يعادل 660، وهنا بقى هنقول ظهور بقى دوله في بلاد الشام اسمها الدوله الامويه. مع الدولة الأموية هتبدأ بقى عملية التعريف، لأن لما بنقول مصر ولاية إسلامية من أول ما دخلها عمرو بن العاص، وبرضه علشان التاريخ نقول إن عمرو بن العاص أسس دولة إسلامية في مصر، بس كان هو الوالي، الدولة كانت في المدينة المنورة، إنما هنا بنقول تابعة للدولة الإسلامية في المدينة المنورة. التاريخ لما أقول تأسيس يبقى كامل متكامل، موجود عاصمة، موجود جامع، كل ده كان سنة كام؟ كان 642 ميلادية الموافق 21 هجرية. 656 الأسطول البيزنطي حاول يهاجم مصر تاني، يهاجم اسكندرية، علشان كده حتى البعض بيقول أن العصر البيزنطي في مصر لا ينتهي 641 ولكن 656، لأن الأسطول الإسلامي في الإسكندرية هزمه ورده. وعشان كده يوحنا المقدس قال الجمله الشهيره: ما فعله العرب بالاسكندريه بعد تدمير اسوارها لم يكن انتقاما بل جلبهم طغيان هرقل، وما انزله من ظلم واضطهاد بالارثوذكس بمساعده المقدس. 656 ده يعتبر نهايه العصر البيزنطي بسبب القوه الاسلاميه، لان المسلمين بداوا بقى يعرفوا فن القتال، هم شاطر جدا في القتال البري الصحراوي، انما طالما هيمنوا على بلاد الشام بتطل على البحر، طالما هيمنوا على بلاد مصر فبتطل، فلازم يتعلموا الفنون الحربيه. كلمه جميله انهيار بقى الحكم البيزنطي، رغم ان قسطنطين هرقل حاول يستعيد مصر مره اخرى. ليه؟ لان مصر يا جماعه هي بالبلد كده اللي كانت بتاكل هذه الدول القمح والتربه المصريه، وبالتالي يعني بعض المصادر كانت بتتريق كده وتقول ان هرقل بكى بكاء شديدا عندما سقطت مصر الدكتور خالد في يد المسلمين، وده السر ان هو حاول ان هو يستعيدها مره اخرى، مره واثنين وثلاثه، الا ان المرض طبعا
أصيب بهذا الإمبراطور البيزنطي هرقل وتأثر ومات متأثرا بهذا المرض، وأصبحت مصر يحكمها الحكم الإسلامي ابتداء زي ما قلت من دولة الخلفاء الراشدين، فالدولة الأموية، فالدولة العباسية. وإن شاء الله إن شاء الله يكون هناك لقاءات لمعرفة أحوال مصر التاريخية السياسية وأيضا الفنية والمعمارية. شكرا، وبنشكر زميلي الدكتور خالد غريب، وبنشكر النقابة العامة للمرشدين السياحيين في الجيزة وشمال الصعيد، الأستاذ أحمد نور، الأستاذ أحمد، الأستاذة هويدة، كل أعضاء النقابة الشكر موصول لهم جميعا. وإن شاء الله إن شاء الله هنتقابل. وبالمناسبة بنعلن إن النقابة الفرعية بدأت مشروعاتها وبدأ النشاط الخاص بها يعود مرة أخرى، وهتعلن فيما بعد قريبا عن الجولات الميدانية سواء في الآثار الإسلامية أو الآثار المصرية أو الآثار القبطية واليهودية، وده على موقع النقابة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للعملاق اللي اتعلمنا على ايده من اول الف ب لغايه النهارده دكتور خالد غريب شهيد. بشكر سنيور احمد نور، هو اللي دايما بيدينا الافكار الحلوه دي، هو كان صاحب الفكره النهارده بتاعت لقاء السحاب بتاع النهارده، وانا صممت ان انا احضر بقى من الاستوديو، مش هقول من النقابه بس عايزين دايما ان شاء الله متجمعين على خير، وان شاء الله نقابه الجيزه يعني لسه في افكار كتير لسه عندها ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وشكرا للاساتذه الافاضل، ويا رب دايما كده مستفيدين بعلمكم الغزير ان شاء الله لابنائكم واخوانكم من المرشدين السياحيين. شكرا لحضراتكم. شكرا للنقابه.